اشهر حاجه موجوده عندنا اللي هي صينيه البطاطس، بس نعملها بطريقه اصليه شويه كده عشان اي بنوته او اي عروسه عايزه تعمل صينيه بطاطس تعملها بطعم حلو، تمام ان شاء الله يعني. فانا عندي هنا بطاطس، عندي فرخه، عندي طماطم او عصير طماطم في موجود عندي في الفريزر، بصل وثوم، قرن فلفل رومي موجود او مش موجود مفيش مشكله، وملح وفلفل وبهارات، تمام. بص عشان الحاجات الصغيره اللي بنعملها دي هي بتخلي الحاجات طعمها احلى. انا جبت طاستين كده واسعين، حط شويه زيت وبعده ننجز، يعني مش مجرد ان الحاجه موجوده بس، لا ده انا عايزه اعمل منها حاجه سهله وسريعه. بجيب الفرخه بقطعها اربع تربع بالشكل ده، حط لها شويه فلفل اسود وشويه ملح، ملح وفلفل بس، تمام. ده بقى انا بكل طبعا انا ما شاء الله الناس الكبار انا عارفه انهم عارفين كل الحاجات دي كويس، بس قلت دي من اساسيات البطاطس، وانا عارفه ان ما شاء الله في عرايس كتير بيتفرجوا عليا فعايزاهم يتعلموا الحاجه صح. انا مره عروسه بتقول لي انا هي عروسه جديده وما كانتش تعرف تطبخ خالص، فايه بتعمل الاكل زي ما انا بعمله بالظبط، فجوزها قال لها ده انت اكلك زي اكل ماما بالظبط. طبعا انبسطت جدا ان اكيد ماما طبعا خبيره في الاكل من زمان، وان هي توصل للمرحله دي وبسرعه ده شيء اسعدني جدا 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 يعني. لان هي اكتر الخلافات اكلك مش زي اكل ماما، اكلك طعمه غريب، ده اللي بيعمل مشاكل دايما، انما لما اوصل لاكل ماما دي حاجه هايله. تمام؟ ادي كده ايه؟ بديها صدمه للفرخه ضروري جدا جدا. وبعدين اخد كده ايه الناحيه الثانيه، حاطط برده شويه الزيت او سمنه اللي يعني انتوا عايزين، حط بصلايه كبيره كده وعليها شويه الملح انا مش هسبك، انا مش هسبك بس يا دوبك تتبيله صغيره كده كده انا واقفه وبدي صدمه للفرخه، يبقى برضو اساعد صينيه البطاطس دي ان هي تستوي بسرعه. انا يا دوب بحط ملح وفلفل كده على البصله بقلبها كاني بدعك فيها كده الملح والفلفل، صدمه الفرخه اللي بديها لها دي مهمه قوي. ليه مهمه؟ علشان ما تدينيش زفاره في صينيه البطاطس، لان في ناس بتعمل ايه؟ تروح مقطعه البطاطس والبصل والكلام ده كله وتروح حاطه كله على بعضه ومدعكه البصلايه بملح وفلفل والبطاطس معاها، وحاطه على وشها الفراخ وسقياها بالطماطم ومدخلاها الفرن. يعني هي مش وحشه بس بتدي زيت الزفاره شويه. جربي معايا الطريقه دي هتلاقيها احلى كتير، ان انا بحمر الفرخه بالطريقه دي قبل ما احطها فوق البطاطس. انا عايزه اعمل، انا ممكن بعمل ايه صينيه بطاطس لوحدها وصينيه الفراخ لوحدها، ونفس المكونات اللي بحطها على البطاطس بحطها على الفراخ وادخلهم الاثنين مع بعض الفرن، بعمل كده كتير. بس لا انا مثلا عايزه اعمل صينيه واحده بعمل كده، لازم ادي صدمه للفرخه وبعدين ابدا اكون كل المكونات على بعض احط على وشها الفراخ بالصدمه دي، تدي بقى طعم حلو وتدي ريحه حلوه من غير اي زفاره خالص. اهي كده تتبيله بسيطه كده بيها البصله، قرن الفلفل، ممكن كفايه نص بس لو انت مش عايزه خالص بلاش، بس طبعا هي حاجات مفيده. ادي بس ريحه حلوه كده طعم حلو. مع البصله وهنزل بقى تومه، قولي كده معلقه توم مفروم كبيره، توم مفرومه حلوه قوي لان في علمك التوم بيدي ريحه حلوه جدا مع البطاطس انت عارفه طبعا. انا بسيب الفراخ لاخر فرصه، احط عصير الطماطم بقى بسم الله الرحمن الرحيم واسيبه يغلي مع البصل والثوم والفلفل. انا ما حمرتش البصل ولا الثوم، ما حمرتش، انا قلبتهم بس كده شويه يدبلوا بحاجه بسيطه مع شويه الزيت او معلقه السمنه.
وشويه بهارات بقى، اظبط الملح بتاعها واظبط لها ملح وفلفل بتاع الصينيه كلها. ممكن ابدل بس على العين الكبيره دي بتغلي. طبعا بقى بعمل البطاطس اللي انا عايزاها قد ايه. طبعا خلي بالك البطاطس بترمي كتير قوي، يعني صينيه البطاطس بترمي كتير، انا الصينيه اللي هعمل فيها عشان اعمل على قدها. ممكن حبايتين بطاطس يقضوا ما شاء الله عيله. بقطعها، هي مش رفيعه قوي ولا سميكه قوي، وسط يعني حلو قوي القوام. بصوا ده كده حلو جدا، مظبوطه قوي. نعمل واحدتين حلوين كده كفايه قوي. الاثنين حبايتين بطاطس دول ممكن يقضوا اسره اربع افراد او خمسه كمان، مع بقى عايزه تعملي صينيه رز معمر، عايزه تعملي رز بالشعريه، عايزه تعملي رز ابيض، عايزه تاكليها بالعيش، كل ده يجوز. ماشي، واخد بقى الصلصه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل كده على البطاطس. انا كده مش طبخاها، خلي انا كده عاملاها عادي خالص، صينيه بطاطس يعتبر ني في ني، ما تعتبرش معايا هنا ايه. ناخد بقى دي كده، احط الفراخ اللي انا مديها صدمه كده، بصي هو هنا حوالي كيلو البطاطس بياخد كيلو طماطم. ماشي، كيلو البطاطس بياخد حوالي كيلو طماطم او اقل شويه، يعني تجيبي كيلو الطماطم وطلعي منه ايه اتنين تلاته كده اعملي بيهم السلطه، والباقي اعصريه مع كيلو البطاطس معقول يعني. وهاخد بقى ده كله انزله على ايه، على الفرخه كمان. تمام، بس كده كده انا عملت صينيه البطاطس. ممكن بقى انا مستعجله بعمل ايه؟ بروح واخده الصينيه دي كلها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح حطها على النار تغلي كام غلوه. ليه بقى؟ علشان البطاطس انا كده مديه شويه تسويه للفرخه. بالطريقه دي ممكن كمان اروح مغطياها بحاجه واسيبها تغلي على النار كذا غلوه كده بالايه، على النار بتديها بتسوي بطاطس اسرع، وبعد كده اروح واخداها ومدخلها الفرن تكمل سوا في الفرن. مش مستعجله، معايا وقتي، باخدها زي ما هي كده بدخلها في الفرن كده في الارضيه بتاعت الفرن وبسيبها بتاخد حوالي ساعه. انما لا، لما انا احطها على النار كده مثلا تقعد تغلي ربع ساعه وادخلها الفرن ربع ساعه كمان او تلت ساعه، خلاص بتبقى استوت. تمام.